مساع كويتية للم الشمل وتعزيز اللحمة الخليجية. والشيخ محمد العبدالله يؤكد أن موقف الكويت الثابت هو احتواء الموقف. مسؤولو هيئة الاستثمار يعتذرون عن اجتماع لجنة تقصي حقائق صفقات الكويتية وتلويح نيابي بالمساءلة السياسية في حال تكراره. إيران تنفي فيلم السفينة الإسرائيلي وتؤكد أنها مزاعا مبنية على أكاذيب واهية تكررها وسائل الإعلام الصهيونية. سلسلة تفجيرات جديدة تهز مدن عراقية، والمالكي والنجيفي يتبادلان الاتهامات، والبرزان يدخل على الخط. الجيش السوري يسترجع مناطق قرب مطار دير الزور ويستكمل سيطرته في مزارع ريما وقتل وجرحى في تفجير انتحاري بحماة. جزيرة القرم تعلن انضمامها إلى روسيا، وموسكو ترفض الحوار مع الفاشيين الجدد. المزيد من الأخبار في نشرة 8:30.